طول دغري هكا تمشي كفلوس الكورونا وفات الدور تدور تمشي تتلهف على المهرجانات الثقافية والميزانية متاعهم تحب تاكلهم حتى تنجموا توصلوا وتعملوا انتوا بلكش تموتوا الكل بلكش ربي يهزكم دار الحق ويخلي لينا دار الباطل لا تو انت يا اخوانجي يا صوت الاسلام في تونس يا عب التيف المكي جينا منك عب التيف المكي قالك مول الفلوس وفت متاع التكرونة فلوس التكرونة وفت الكورونا تحسونا يجيب اثنين يكورونونونا قالك وفت الفلوس نديرو ناخذوا فلوس وزارة الثقافة بنشو الله متاع المهرجانات والحفلات الصيفية ونعطوها لندو به سي تري بيان يا يمتي تو انت تتهجم على الثقافة تو جماعة الفن والمسرح والمغنيين الشتاء كاملة ياكلوا في الخرا في الصيف يصوروا حق سبيدرو للوليد وسبيدرو للبنية وربما يخلص يصبغ لمرته بحا اي وجماعة الدين مو هكا جماعة الكوميرس متاع التجارة ادلكم عن تجارة سكروا الحج سكروا هاي قالك ربي ما عادش يقبل والمفتي هذا قالك اللي يقبل المسلمين الجدد سكروا القبلين التوبة ورجوع الرب والإيمان بالله ما فما طليان وفرنسيس يحب ياخو تونسية يبسيف عليه هي يعلن الإسلام وبالكذب يقول أثادو هو بالعاني حاجته بالبزولة هكا هكا كتاب بصداق بوها وامها زغرتو فرحانين ما شاء الله دخل دي الإسلام وقصوله بنيته أنا مش نحكي على كل البنزرتي ودار تونس الكلها وعدى المرض وشي سيباو بعد خذ الطيارة وبعد رجع لفرنسا المجرمين والمهبلة والخمج والسقاط موجودين في العالم كله الخرا هذايا موجود في العالم كله انا نحب نفهم اللي يعمل عمل كناكاي مروح من الطوليان يبوه التونسي اللي عايش في فرنسا ويروح لتونس يروح مش ما يروح مع الشيخ جمال دير رب الدار وكان يتعديه واحد من فاميلة دير رب ومعاش ينحي والو كرب مع الشيخ جمال رب تونس ونكون في الحبس تلعب بزبوبنا مش هربت انت من تونس علاش ما روحت ومش ديت تنيك ثق الرب البلاد اللي يهبط ويشفقوا بدي الرب وخرج نيكو كرتوش الزبي فوق على الزبي من الرب وعدي هبطوا رب قانون تود سويت يهبط رب البرلمان متاع الزبي هي خيتو شو انت جايب بمرض جنتي فما امل كبير انك جايب بمرض من الطليان جايب بمرض من الطليان جايب الكورونا معاك في سرمك من الطليان محبش تقعد في ايطاليا حبت تتكتنيك ثقل على رب تونس اي ما عادش تخرج من دير رب داركم ولا واحد من داركم تعداء الكل بيدو دير ربكم خاطر قبلوه قولوا له نيك ما تجيناش حاب في ايطاليا امك وبوك اللي قالوا لك روح مسؤولين على زك امك اي شنو معناتها زبي جيت عندك انت زك امك امل عندك 99% فاصل 90% انت هازز رب الكورونا جاي تحلي في وجهي الواه جاي تكحلي في زب ورم وجهي الواه معناتها ناوي تقتل زبي انت انا نشويك يبون هكا التونسك البزرتي بتاع زبي دار وفي الاخر رجع لستراسبور عليه يهب يدي الناس اخي قبيله مش نتفرج في فيديو متاع واحد مصري متاع الاخوان المسلمين قالوا انت تحس بروحك مريض برا اعدي الناس برا اعدي الجيش برا اعدي البوليسيه برا اعدي ما تروحش فيها لوحدك هم يحاربوا الدين قالك الضرورات تطبيح المحظورات برا افشي فشي المرض قال ايش نعملوا لهم الناس هذا مزبي سي با دي بومب زومان سي با دي بومب فيرال اخي نحن عندنا سبيطارات نحن وعندنا فروشات زبي وعندنا كادر كافي باش يتلهب زكم 10 ولا 20 الف يموت يمرضوا فار ضربه عندنا العصبه اللي يروح من الطليان وزكم والقحبة اللي يروح من الطليان ما عادش تروح ما عادش هكا تسكر اللي يروح زكم اللي يزم هذه الحجر الذاتي ما يزمو ربو يبي بوانتي يدير ربو بالتليفون مع المركز واللي يدبر رب راسه واللي يشدوا الزكم والبر ما مشينيك نحيوا لي براسلي الكل وعطيهم للبس الرب بدي براسلي شوشتوا زكم واحد ولا اثنين ولا ثلاثه تو كلهم كي القحابه ما عادش يخرجوا من ديارهم
هو ومرته وزوج امه، حتى الكلب بتاع زوج امه يحطوا عليه يقعد معاها في الطواله، نسكروا على الدين والدي. وفلوس وزاره الثقافه ما تمسوهاش يا ولاد الحرام يا مسلمين، نحي وزاره الدين 270 مليار، تو نبراو الكل الزب. سي نوم 2500 مليار، عليه وين مشاو؟ في وزاره الدين. هل وزاره الدين وربي حماوني من الكورونا جيبوا اثنين ينيقونا يحسونا وحي التركي وحي السعودي؟ قالك الخط المالي لليني فينونسيير اللي كانت مخصصه الكورونا وفات في نهارين وفات الزب. نحنا حشنا بدواء متاع عام، دواء متاع عام، عطاوني دواء متاع نهارين اي، والباقي وال 364 يوم 33 يوم 63 يوم اللي يبقاو. انت توا تسمع، انا نعبد فيك نعبد فيك ونخلص برشا فلوس عليك، شنو نفعتني انت؟ لا حميتني لا من كورونا، ولا حميتنا من الفرنسيس كي جاونا كونا، ولا من التركي جاونا كونا، ولا من العرب اللي زاودة بزقوا في بزقوا لنا فيه. كي باش نحكم شوشو تولي ملياردير في تونس من اين لزق امك هذا الكل؟ الكل نيكم وصالح والطالح. لا ما انا عندي خدمه، شنو خدمتك انت استاذ رئيس؟ كل يوم يجيبوا لي 100 ولا 140 كرزة ولا 50 ولا جوسي با، تو في الجمعه نخرج من الرب. كل الكل يتعداوا على السكانير، تدوروا على فلوس الثقافه؟ هي ديجا وزاره الثقافه ميزانيتها كي الزب، وديجا نحن في تونس معنا الثقافه، المهرجانات الصيفيه كلها متاع رئيس البحر، كلها نوبه والشعوذة وكشتي هاكي هاي هاي وبخور وزبي هاي هاي وكو دف 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 كشعوذة متاع الزبي والصوفية ولا الزبي ويالي دج دق ودج دق والصنادق وكل شليغ مزكم وهاكا ونايك بريول هنا دج دق دب 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 هلا 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 سلا رسول الله وسيدنا المحرزية ومكة والمدينة وشلات على نبينا. وكا سعاد عبد الرحيم متاع زبي قالك اعطاتهم باش ينظفوا يديه، ما قداش حطيت زوز اترات ثلاثة اترات اربع اترات شرنيكم، حتى انا بيدي راني سرقت زكم هالدبوزة محسوب، فنروح بربها للدار انا الدبوزة حكاية فارغة. ما عندكمش امكانيات، اون با لي مويان دو جوغولي سيت سالوبري. استغفر الله العلي العظيم كل ذنب العظيم، استغفر الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم منعنا من الكورونا، اللهم منعنا من الكورونا كما منعت بيتك، اللهم اقنا من الكورونا كما وقيت بيتك. ربي مش حما بيته، كش قال؟ قال سيركولي مع، قال حد معاش يدور هنا، سكر رب الضوء. انا كيف كيف كان جيت نحكم في تونس حتى نياك معاش يخرج.